نور من العلم يستهديه يهديني غيم من الفكر يستسقيه يسقيني أمد نحو حتى جرى النور في شرح وتلقين هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتني الخلد حيث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الصدقة عنوان المودة والرحمة، تنمو دوافعها في القلب حتى يتحول الإنسان إلى كتلة من الرحمة والعطف. ينال من خيراته كل كبد رطبة تدب على الحياة. في الحلقة الماضية كان الحديث عن الصدقة يتجه إلى ترسيخها سلوكاً إسلامياً راسخاً. يشرح بالعطاء رحمة الله. وينسج من تضحيات الإنسان وجوده لباساً يواري عوز المحتاجين. وريشا ينقل الدفء الى الجسوم البارده. وبعد تلك الجوله الترغيبيه تبقى جمله من الاحكام المتعلقه بالصدقات ومسار توجيهها ومواطن تفعيلها. نستكمل عددا منها في لقاء اليوم بحول الله تعالى مع فضيله الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنه. فاهلا ومرحبا بكم جميعا. آه بعد هذه المقدمة إن شاء الله تعالى أيضا نستقبل مكالماتكم على الأرقام التي سترونها على الشاشة ظاهرة بحول الله سبحانه وتعالى فأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أهلا ومرحبا بكم فضل الشيخ حياكم الله وأحيى الإخوة والأخوات الذين يتابعون وأسأل الله تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع مجيب آمين قدرة الشيخ في الحلقة الماضية تناولنا عددا من المسائل المتعلقة بالصدقات وبينتم جزاكم الله خيرا ما ينبغي على الانسان ان للانسان ان يستحضره حتى يمد هذه الصدقة الى كل شيء في حياته وذكرتم في اللقاء اللقاء السابق ايضا ان الصدقات لا تقتصر على الاموال فقط يمكن ان يتصدق الانسان بالكلمة ويمكن ان يتصدق بجهده ونشاطه اليوم نبدأ معكم جملة من المسائل والقضايا المتعلقة بالصدقات سواء كانت بالمال أو كانت بما يجود به الإنسان من قدرات ومن كلمات. في هذا العالم الذي نعيشه فضيلة الشيخ الكثير من المآسي التي يرزح تحتها الإنسان وتئن تحتها البشرية بفعل اعتداء الإنسان على أخيه الإنسان. عندما يشاهد الإنسان تلك الصور المأساوية يرق قلبه ويشعر أنه لا بد أن يخفف عن أولئك من يعني عن أولئك من الآلام التي يعانونها. هنا تأتي الصدقات تتقدم لتكون حاضرة أمام الإنسان، لكن قبل أن تفعل هذه الصدقات لا بد من أسئلة. أولاً، هذه المآسي لا تقتصر فقط على المسلمين، الزلازل والبراكين والحروب تصيب المسلمين وغيرهم. هل تكون الصدقه في المفهوم الاسلامي قاصره فقط على المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا اثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم واهدنا الى الطريق الاقوم، انك انت الاعز الاكرم وانت الرب وانت الحكم. اما بعد فالجواب أن مفهوم الصدقة في الإسلام لا يقتصر على ما أشرتم إليه من أن تكون محصورة في المسلمين فقط وإنما هو هناك نوع من الصدقات وهو الصدقات الواجبة أي الزكوات هي التي تكون خاصة بالمسلمين إلا في صنف واحد فقط فإن لولي الأمر الشرعي العادل ان يجعلها في المؤلفه قلوبهم واما ما سوى ذلك من صدقات النفل ومن صنائع المعروف ومن البر والاحسان فانه يشمل الناس جميعا وذلك لان هذا الدين دين رحمه للناس فالله سبحانه وتعالى يقول وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ومقتضى هذه الرحمه الشامله للعالمين ان يوصل المسلم الخير والبر والمعروف وما فيه اغاثه للملهوف الى سائر الناس سواء كان هذا البر او كانت هذه الصله ماديه او معنويه اما الماديه منها فانها تشمل كل ما يمكن ان يكون عونا محسوسا عينيا ماليا او ما سوى ذلك مما يحتاج اليه المنكوبون ومما يحتاج اليه اولئك الذين يتعرضون لكوارث من صنع الانسان او لكوارث طبيعيه واما الجوانب المعنويه فانها تشمل بسط الخلق والكلمه الطيبه وايصال المعروف للناس وكف الاذى عنهم فان الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ويقول وقولوا للناس حسنا ولهذا فإن أمر الصدقات وهذا أمر ينبغي للمسلمين اليوم أن يتقنوا فهمه ليس بالأمر الذي يمكن أن يعد من نافلة القول او من فواضل الاعمال التي يسوغ للمسلم ان يتخلى عنها او ان يتركها لغيره بل هي في صداره ما يحبه الله سبحانه وتعالى من الاعمال من عباده المؤمنين وفي مقدمه ما حثهم عليه وندبهم اليه وامرهم به وما ذلك الا لعظيم اثرها ولبالغ منفعتها ولكبير مصلحتها التي تحققها في هذا العالم الذي يحيا فيه المسلمون ولا جدال في ان جزءا من رساله المسلمين في هذه الحياه انما يتحقق باداء المسلمين لهذه الرساله التي تقوم على اساس من البر والصله واغاثه هذا الانسان وايصال الخير اليه ومنع الضر عنه وحينما قام المسلمون بذلك استجابت لهم نفوس الناس لانهم راوا فيهم امثله صادقه على المخلصين المحسنين الاوفياء الصادقين وعلموا انهم ما فعلوا ذلك الا بتوجيه من عقيده راسخه ومن دين عظيم دين رحمة وإنسانية وأمن وسلم وسلام فدخلوا في دين الله أفواجا ونحن نرى اليوم أن كثيرا مما يحصل في العالم من المآسي والكوارث والنوائب التي تصيب الإنسان ويتقهقر المسلمون عن أداء أدوارهم بإسعاف هؤلاء المنكوبين وبأداء ما عليهم أداؤه من البر والصدقه والاحسان اليهم ادى الى ان يملا هذا الفراغ غيرهم من ذوي الاطماع والمصالح والافكار والاطروحات البعيده عن هذا الدين فملكوا النفوس ايضا واستجابت لهم هذه النفوس ولم يقتصر الامر على غير بلاد المسلمين بل وصل الحال الى ان يكون بعض أبناء المسلمين وأن تكون بعض المجتمعات الإسلامية التي ترزأ بشيء من الكوارث والنكبات والمآسي فيتقاعس المسلمون عن أداء واجبهم نحو إخوانهم المسلمين نعم. فإذا بغيرهم يقوم بهذا الدور وإذا بهم اليوم يتمكنون من تحويل وجهتهم بعيدا عن دين الله تعالى القويم نعم. في داخل بلاد المسلمين بل حتى في البلاد العربيه فنجد ان هناك كثيرا من التقارير وما عاد الامر خفيا يشير الى ان طائفه من ابناء المسلمين قد تنصرت من جراء حملات التنصير التي تكون في مخيمات اللاجئين والتي تدخل او تصل افكارها اليهم عن طريق المنظمات تحت شعارات انسانيه وتحت شعار اسعاف هذا الانسان ولا ريب ان الانسان ياسره الاحسان فحينما يجد ان بني جلدته ومن ينتسبون الى امته لا يجد منهم الا الكلام وقد لا يجد حتى كلام المواساة في كثير من الأحيان بينما تمتد اليه ايادي غير المسلمين بالعون والمساعده والتعليم والصحه واقامه المرافق التي يحتاجون اليها فلا ريب ان ذلك يؤثر فيه وقد رايت بنفسي في بعض بلاد المسلمين سواء كان ذلك في افريقيا او كان ذلك في جنوب شرق اسيا ان كثيرا من المسلمين قد شوشت افكارهم وقد اصابهم الغبش حول قضايا تتعلق بعقيدتهم الاسلاميه قضايا تتعلق بايمانهم وصلتهم وفهمهم لدينهم نعم ورايت في المقابل ايضا كيف ان بعض البلاد الصديقه لبلاد المسلمين والتي كانت تؤازر قضاياهم نعم حينما نكبت بكوارث من زوا من زلازل ومن موجات تسونامي نعم واصاب الاف البشر ما اصابهم من الام وجراح فتقاعس المسلمون وتقاعست بلاد المسلمين عن مد اليد اليهم بينما تقدم عدوهم فاذا بكثير من الناس ينقلبون نعم عن مناصره قضايا المسلمين و ينتقلون الى الجانب الاخر الى نصره قضايا اعداء المسلمين والى تغيير وجهتهم بعيدا عن قضايا هذه الامه نعم ولذلك فان مساله صنائع المعروف والصدقات والبر والاحسان بهذا المفهوم الشامل بالمفهوم الانساني الشامل ليس هو من فواضل الاعمال ولا هو من النوافل بل لا مبالغه اذا قيل انه من الاولويات في ظل هذه الاوضاع التي تمر بها الانسانيه كما تقدم وكما اشرتم و والادله على ذلك كثيره في كتاب الله م. عز وجل كما تقدم وفي جميل. سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. جميل طيب فضيله الشيخ اثرتم مجموعه كبيره جدا من القضايا ولذلك نريد ان نفصلها الان. اولا يعني قلتم بان اولئك الذين يتقدمون لمساعده المنكوبين وليسوا من المسلمين اصلا ليس هدفهم انسانيا انما يرمون من وراء ذلك الى تحقيق اهداف سياسيه ايديولوجيه هل هذا في رايكم عام صفه عامه لا هو ليس بمطرد نعم لكن نعم هذا هو الغالب نعم وهم يعدون ذلك جزءا مما يقومون به من المساعده الانسانيه نعم واليوم اصبحوا ينشرون ذلك في برامج وثائقيه عبر نعم. القنوات الفضائيه لا يجدون غضاضه في ذلك ويعدونه من الانجازات نعم. وياتون بابناء من واقع من, من ابناء ياتون بشباب ذكورا واناثا من ابناء ذلك المجتمع المسلم العربي نعم. ليقوموا بهذا الدور لانهم تمكنوا من احتوائهم ومن غسيل ادمغتهم بهذا الإحسان والمعروف والصدقات أو أيضا في المقابل تجد أن بعض هؤلاء يكون في جهل ولا يجد إلا لا يجد من يسعفه إلا من هؤلاء لكن لا يمكن التعميم ولا يمكن أن نقول أن هذا أمر مضطرد أو أن هذا هو حال كل هذه الهيئات والمنظمات ولكن هذه حقيقه ولا مبالغه ايضا اذا قلنا بان اغلبها كذلك. نعم. طيب فضيله الشيخ، الصدقات عندما ترسخت في ثقافه المسلم ربطت بالاجر والثواب. انتم الان تتحدثون عن صدقات لغير المسلمين. ينظر اليها او تكيف على انها عمل انساني. العمل الانساني هل هو مربوط ايضا بالثواب؟ ويمكن أن يحصل عليه الإنسان يحصل الإنسان على مثل الأجر الذي يمكن أن يحصل عليه لو أنه أعطى مسلما أما أن نوازن بين لأننا نريد أن ندفع بهذه النفوس فهذا أمر مرده إلى وحي الله تبارك وتعالى فلا ريب أن ما كان نفعه أعظم وما كان ما كانت مصلحته شاملة غامرة No. فهو اعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى شريطه الاخلاص وموافقه شرع الله عز وجل في ذلك العمل نعم no. وابناء الاسلام اولى من غيرهم لكن الذي يمكن ان يكون معتبا هو ان يطرح المسلمون no. آه هذا المبدا الاصيل من واقع حياتهم وان يظنوا ان ما جاء به هذا الدين من احكام يتعلق بامر الصدقات وصنائع المعروف انه محصور في واقع المسلمين انفسهم وهم مع ذلك مقصرون حتى في واقع المسلمين مقصرون حتى مع بني امتهم لكنني اظن ان هذا جزء من التراجع الحضاري الذي اصاب المسلمين حينما حصروا رسالتهم ودورهم ودعوتهم الى دين الله تبارك وتعالى وتراجعوا الى الخلف نعم وما قاموا بالواجب المنوط بهم من مكافحه الامراض والفقر والجهل نعم وانتشال هذا الانسان من الاوهام والخرافات والاساطير الى رحاب الايمان وتوحيد الله تبارك وتعالى وعبادته حق العباده والخلق القويم ومساعدته على ذلك نعم وكما قلت حينما يصحح المسلمون فهمهم ويحلون هذه القضيه في المنزله اللائقه بها فانه يمكن لهم ان يستردوا دورهم الحضاري وهذا سيعينهم حتى على فهم وترتيب اولويات دينهم وساكون صريحا اكثر نعم واعذرني في هذه الامثله تفضل في البلاد العربيه ينفق ما مقداره او سينفق الى عام 2020 ميلاديه ما مقداره 32 مليار دولار على المدن الترفيهيه. نعم. 32 مليار دولار. مبلغ ضخم. في البلاد العربية. ينفق ينفق ابناء الخليج ذكورا واناثا على ادوات التجميل ما مقداره ستة مليارات دولار سنويا. سبحان الله. في حين ان البحث العلمي لا يجاوز نصف مليار في كل البلاد العربية 530 مليون دولار امريكي سنويا في البلاد العربيه هذا الخلل في فهم توجيه الانفاق مرده الى عدم تصور فقه الصدقه فهما صحيحا وتصورا موافقا لما اراده الله تبارك وتعالى نعم لماذا لا يتساءل المسلمون حينما نجد ايه البر بين العقيده واركان الايمان ياتي الانفاق نعم يقول الله سبحانه وتعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين ثم قال وات المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ثم عاد وذكر أركان الإسلام، الأركان م. العملية قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ثم ذكر الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لماذا توسط الإنفاق بين جوانب العقيدة وبين الجوانب العملية التشريعية من هذا الدين؟ ما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى يريد لهذه الأمة أن تكون أمة رسالة. وان تؤدي رسالتها باعمالها لا باقوالها لا وان تترجم هذه المبادئ والشعارات الى برامج ومشاريع وخطط يلمسها الناس ويرون فيها واقع ويرون فيها ما جاء به هذا الدين من رحمه انسانيه غامره شامله ولذلك فانه عودا على سؤالك لا ريب ان الثواب حاصل وان الاجر متحقق شريطة الإخلاص لله تبارك وتعالى نعم وإحسان العمل وإتقانه قدر المستطاع نعم طيب فضيلة الشيخ بما أنكم يعني دخلتم في باب المصارحة والصراحة وبرنامجنا يبحث عن الصراحة هناك مشهد مزعج أيضا في عالم المسلمين يمارسونه ونحن نخشى مستقبلا أن يكون جزءا من ثقافة المسلم وهو عندما يكون هناك نزاع بين طائفتين من المسلمين يحترب يسقط جرحى ويسقط الكثير من المحتاجين في وسط صفوف هؤلاء من الفريقين الذي يحدث ان هناك حمله للتصدق ومساعده فريق دون اخر وعندما يتقدم الفريق الاخر وهم من المدنيين المحتاجين الذين لا جرم لهم فيما يحدث يطلبون المساعدات فإن بعض الخطابات الدينية تقول بأن هؤلاء يصنفون أعداء يعني ما أزعجني ما يدور مثلاً في تويتر في بعض الأحيان أن يعني فريقا يعني بعض الجرحى يطلبون التبرع بالدم أو تطلب المستشفيات أن يتبرع لهم بالدم وهو نوع من الصدقات ربما. لا لا لكن يرد آخرون ممن تحركهم الأحقاد ويقول لا هؤلاء من الفريق الآخر الذين يجب أن يثخنوا وأن لا يعطوا شيئا من الصدقات أو من الدماء هذه العقلية التي تمنع الصدقات أن تمتد إلى الفريق الآخر الذي يراه عدوا كيف يتم إصلاحها؟ لا بد من تصحيح التصور ومن إزالة هذا الغبش نعم فنحن نجد في كتاب الله عز وجل أن الله تعالى يقول وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا نعم حتى الأسير الذي هو من العدو نعم لأن الأصل في الأسر أن يكون للأعداء المقاتلين ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يذكر خلال هؤلاء الذين يثني عليهم ويمتدحهم بقوله وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فكيف بالابرياء؟ كيف بالاطفال والشيوخ والنساء؟ هذا بعيد كل البعد عن هدي الاسلام، اين هم من خلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي احبه اعداؤه قبل احبابه واصحابه صلى الله عليه واله وسلم، وما ذلك الا لسمو خلقه ولترفعه عن مثل هذه السفاسف والدنايا ولتساميه وتعاليه بما اكرمه به ربه جل وعلا من هذه الرساله الحنيفيه السمحاء. نعم. طيب فضيله الشيخ، ناتي الان الى موضوع الصدقه من باب اخر. الصدقه الان مفهومها في ممارسات الناس تقتصر على مبلغ من المال يدفعه الى فقير وانتهى الامر عند هذا المشهد. الا يمكن لهذه الصدقه أن تكون رافدا اقتصاديا تعود بالنفع على هذا الإنسان نفسه وعلى المجتمع وكيف يمكن أن يكون ذلك في الأحكام الشرعية؟ بل ينبغي أن يكون الحال كذلك نعم لأن مما يحسب لهذا الدين أيضا أن مفهوم الوقف على سبيل المثال، بعد أن كان في أغلب أحواله متعلقا أو مخصوصا بما نعرفه نحن اليوم بالمؤسسات الدينية No. بأماكن العبادة جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتضيف بعدا آخر جديدا يتعلق بالوقف وهو مفهوم دنيوي أو بعد دنيوي يتعلق بحياة الناس no. بأوجه ما يحتاج أو بالوجوه التي يحتاج الناس فيها إلى ما يسعفهم في معاشهم ولذلك وسع دائرة الوقف لتشمل وجوه البر في حياه الناس لتفقد حاجات الفقراء والمساكين ولذلك نجد اصنافا كثيره وذوي الحاجات نجد اصنافا كثيره من انواع الصدقات من انواع الاوقاف هذا المفهوم ال او هذا البعد الذي جاءت به شريعه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم للوقف بحيث لا يكون خاصا بالجوانب الدينيه أو بأماكن العبادة، وإنما يتناول مفردات معاش الناس، حياة الناس. أيضاً أصابه أصابته انتكاسة، فتراجع المسلمون وصاروا إلى اليوم، إلى يومنا هذا يجدون أن إنفاقهم في إنشاء دور عبادة أو فيما يتعلق بمدافنهم بمقابرهم أو ما يتعلق ب وهي كلها وجوه لا ريب في أنها وجوه مستحسنه وانه ينبغي للناس ايضا ان يتجهوا اليها، لكن ذلك كان على حساب المرافق الاساسيه لحياه الناس من مؤسسات تعليميه، ومن مؤسسات صحيه، ومن نشر للعلم، ومن م. عنايه بلغه القران الكريم، م. ومن عنايه باداب هذه الامه وتاريخها وامجادها، ومن عنايه بما يتصل بالاعلام، ونقصد بالاعلام الاعلام الهادف، الاعلام الذي يحمل المعاني الساميه التي تبلغ مراشد هذا الدين وتنشر رسالته وتحقق مضامين يحتاج اليها الناس وتنبثق في ادائها ذلك ايضا من مبادئ خلقية دينية قويمة. هذه المرافق كلها عطلها الناس اليوم. وصاروا متواكدين على الانظمه الحاكمه وعلى دولهم في تحقيق هذه المرافق وساضرب لك مثالا اخر من اكبر المكتبات في العالم مكتبه جامعه اوكسفورد وهي لا تعرف بانها مكتبه جامعه اوكسفورد تسمى مكتبه البودليان لان مؤسسها في القرن السابع عشر الميلادي جعلها وقفا وهو شخص شخص واحد فقط جعل في وصيته أموالا خاصة لأنشاء هذه المكتبة فنسبت مكتبة جامعة أكسفورد إلى هذا المؤسس فسميت بودليان مكتبة بودليان لا. نسبت إليه هي ثاني أكبر مكتبة في العالم تأتي بعد مكتبة الكونجرس عدد الدوريات الإلكترونية فيها اليوم ثمانون ألف دورية إلكترونية ما شاء الله عدد المواد المطبوعة فيها يعني يبلغ أحد, أحد عشرة مادة أحد عشرة مليون مادة في هذه المكتبة وأسسها يعني صاحب غني ثري بريطاني يسمى بودلي يعني السيد بودلي وفنسبت المكتبة إليه هل نستطيع أن نجد مثل هذه المشاريع في واقعنا الإسلامي اليوم في واقعنا العربي اليوم هل نستطيع أن نجد مثل هذا البذل والسخاء وتفقد كثير من من المستشفيات ومن الجامعات العريقة الأصيلة قائمة على محافظ وقفية نعم على صناديق وقفية إلى يومنا هذا حتى مكتبة مثل مكتبة جامعة مثل جامعة هارفرد هي صندوق وقفي نعم ومصنفة هكذا فمثل يعني توسيع فهمنا لمعنى الصدقه وصنع المعروف لا يصح ان يكون محصورا في جوانب معينه، لان هذا الدين انما جاء لاصلاح هذه الحياه. وحينما نفهم ديننا فهما صحيحا فانه تكتمل عندنا منظومه تشريعاته واحكامه ويمكن حينها ان نصل الى حكمه ومقاصده النبيله التي جاء الى ارسائها وترسيخها دون عناء بالغ من المسلمين عليهم ان يتخذ الخطوات الأولى في سبيل تحقيق هذه المفاهيم والمبادئ في واقع حياتهم وسيتكفل الله سبحانه وتعالى لهم بالنتائج جميل نعود لأناقشك أيضا في هذا الموضوع لكن بعد الاتصال إن شاء الله ها. الأخ يوسف المصلحي الأخ يوسف وعليكم السلام ورحمة الله كيف حال دكتور سيف كيف حالك؟ الحمد لله نشكر الله الله دكتور كيف حالكم خير؟ حياك الله يا اخي بارك الله فيك اهلا وسهلا اهلا بك الاخ يوسف تفضل لدي سؤال واحد تفضل البعض يسال هل هناك حد للصدقه؟ نعم يعني هل هناك لبذل المعروف حد قد يصل الى التبذير أو اي شيء؟ نعم واضح سؤال؟ نعم واضح جدا احسنت دكتور احسنت شكرا جزيلا الله يبارك فيك احسنت أه فضلة الشيخ طرحتم موضوعا غايه في الاهميه يتعلق بالصدقه وضروره ان تكون رافدا اقتصاديا للمجتمع وايضا ان تحفظ مؤسساته العلميه وغيرها. الان يعني في تصرفات الافراد عندما يريد احدهم ان يكتب صدقه جاريه او ان يضع عن ابيه او عن اقريبه صدقه جاريه يسال ويقال له ضع ذلك في مسجد او في ثلاجه او غيرها. هذا هو عمل الافراد، لكن هذه الدعوه التي وجهتمها الا تحتاج الى مؤسسات ترعى هذا الجانب ان يعني تنهض ايضا المؤسسات المجتمع او المؤسسات الحكوميه لاستيعاب مثل هذه الفكره؟ بما يعني الى ماذا تدعون حتى تفعل هذه الفكره؟ بل لابد ان تكون هناك مؤسسات على قدر المسؤوليه وان تكون اهلا للاطلاع بهذه الامانه نعم لا. لانه لا يراد ان تكون هناك قفزات غير مدروسه لا. وان يكون هناك تخبط يفضي الى فوضى بل المقصود ان تكون هناك اعمال مدروسه جيدا ومبنيه على تخطيط سليم ثم بعد ذلك يعقب هذا التخطيط اداره محكمه وتنفيذ امين لا بد من ذلك لكننا نحتاج الى مبادرات حينما نقول مؤسسات هذا لا يعني ان تشتمل على مئات الافراد يمكن ان تبدا بشخص واحد او اكثر من شخص ويتجه الى المبادره وما احوج مجتمعاتنا اليوم مجتمعات المسلمين الى مثل هذه المبادرات التي تقوم على سبيل المثال على تدريب الشباب وتاهيلهم على اكتساب حرفه يعني ناخذ من حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لان ياخذ احدكم حبلا فيحتطب خير له من ان ياتي الناس يسالهم فيعطون اعطوه او منعوه ينبغي لنا ان ناخذ من هذا المبدا النبوي ما يوافق معطيات عصرنا اليوم فلئن كان ذلك في وقت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ممكنا على مستوى الافراد فما المانع من ان ننقل مثل هذه الفكره الى عمل وقفي والى مؤسسات خيريه باجتماع المؤسسات الرسميه والاهليه عليها تحقق اغراضها وتسير وفق اداره سليمه محكمه لان من مقاصد انشاء الاوقاف ووجوه الصدقات ايضا هذا الجانب المتعلق بحسن النظام وهو جزء يعود بالخير والمنفعه على المجتمع باسره يعني بعيدا عن منافع الصدقه وعوائدها الدينيه والدنيويه هناك جانب يتعلق بالجهات المشرفه الموكول إليها القيام بمثل هذه المشاريع. نحن حينما نتحدث أو حينما نقارن أوضاعنا بأوضاع غيرنا ونقول بأن هناك الكثير من المؤسسات التي توجد في العالم الغربي وفي العالم الشرقي، مما يعني أو من من المؤسسات التي تقوم بالأعمال الإنسانية أو الأعمال الخيرية، فإن هذه قامت على جهود وعلى تخطيط وعلى دراسات سليمة واكتسبت خبرات. عبر السنوات وأعمار بعضها يصل إلى عقود كثيرة من الزمان بل, بل قد يعني منها ما يصل إلى قرن من الزمان أما المؤسسات يعني التنصيرية البحتة فهذه عمرها قرون صحيح فكيف يعني حصل هذا التراجع عند المسلمين مع وجود هذه المبادئ القرآنية والأسس النبوية التي تدعوهم إلى إحكام أه مشاريعهم واعمالهم عبر مبدا الاحسان والاتقان. نعم. وعبر ما نص عليه ربنا جل وعلا مما نجده مبثوثا في كتاب الله عز وجل ان خير من استاجرت القوي الامين. اني حفيظ عليم. كل هذا يدعو الى ان تكون هناك جهات ذات اهليه وكفاءه علميه وعمليه ونظريه وميدانيه. تطلع بهذه المسؤوليات وتقوم بهذا الواجب جميل شكر الله لكم فضيله الشيخ ناتي الان بعد هذا السقف المرتفع فيما يتعلق بالصدقه وضروره تفعيلها في المجتمع قد تحدثتم ايضا عن ضروره نقلها ايضا الى المحتاجين ممن تصيبهم المآسي و الزلازل والبراكين وغيرها نأتي إلى بعض الأسئلة الفرعية التي نعم. تصادف حياة الإنسان اليومية نعم. طبعا من ضمن هذه الاسئله احيانا الانسان وهو ذاهب الى المسجد او في الطرقات تمتد اليه ايدي المحتاجين وهو لا يعرف في تلك اللحظه هل هم من المستحقين ام ليسوا مستحقين هل يدفع لهم شيئا من صدقاته المبدا العام هو ما قرره لنا القران الكريم فالله تعالى يقول واما السائل فلا تنهر فهذا هو الأصل العام وعندئذ فإن الواجب أن يرد هذا السائل بالحسنى فإن لم تظهر عليه علامات أو أمارات تشي بأنه من المحتالين الذين يتأثلون الأموال أو الذين يجمعون المال من المسألة في سفاهات وفي غير ما يرضي الله تبارك وتعالى يستعينون بهذه الأموال في معاصي إن لم تبدو عليهم شيء من الأمارات فإن الواجب أن يسعفوا فإن لم يتيسر للإنسان فلا أقل من أن يردهم رداً جميلاً بكلمة طيبة بدعاء صالح آه هذا ما لم تظهر عليهم أمارات وما أكثر الأمارات اليوم فإننا نجد أن السؤال و او التسول قد فشى ايضا في كثير من او في بعض مجتمعات المسلمين وللاسف ليست وراءه حاجه حقيقيه وانما هو تاثل للمال او جمع له في اغراض غير مشروعه لكن المسلم كيس فطن فان عليه ايضا ان يتفقد وان يتبين وان يتمحص فما لم تظهر له شيء من الامارات فإن عليه أن يتذكر قول الله تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر، وقوله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. أحيانا فضلك شيخ تصل الإنسان رسالة في البريد الإلكتروني أو في شبكات التواصل، تطلب تبرعا لمريض من أجل تسفيره أو لمسجد أو مؤسسة خيرية. كيف يتعامل الإنسان مع تلك الطريقة؟ لا هذه لا بد أن يتثبت، هذه وضعها مختلف، هذا نعم ليس بسائل. أتى إلى الإنسان وإنما هذه وسيلة فقط فعليه أن يتثبت وأن يتبين ويمكن له ذلك أيضا بحيث يعني عليه أن يتحرى فإذا اطمأنت نفسه وقامت عنده قرائن وعلامات على صدق هذا المطلب فإن له أن يجود بما تسمح به نفسه في إسعافهم وأما إذا ارتاب أو شك فإن عليه أن يتوقف فإذا قامت عنده بينة أو قرينة على فساد هذا المطلب فعليه أيضا أن يحذر حتى لا يقع الناس في التغرير من مثل هذه الطلبات لا. أيضا فضل الشيخ في محطات الوقود أو غسيل السيارات يبقى المرء حائرا بين أن يتصدق على أولئك العمال الذين أنجزوا عملهم بجد وبين عدم منحهم شيئا من المال خشية أن تكون لهم عادة تدفعهم إلى التسول أو التقصير في عملهم عندما لا يعطون ذلك المال ما الفقه الذي يحكم هذه المسألة؟ لا إذا قويت هذه الريبة فإن هذا من المحاذير التي ينبغي أن تسد شرعا إذا وجد ما يمكن أن يفضي إلى هذه الحالة من أن هؤلاء لا يحسنون عملهم إلا بإعطائهم فوق أجرتهم المستحقة فإن هذا يجب أن يراعى وعندئذ الذي ينبغي للمسلم ألا يعطيهم إلا أجرتهم وكم من مؤسسات أصابها الفساد من جراء تعويدها على إعطاء الهدايا أو المكافآت لأولئك الذين كانوا يحسنون أعمالهم لكنهم عودوا على ذلك فصاروا يعني يشترطون أو صاروا يتأملون فأفسدت هذه المؤسسات لا الواجب عند وجود مثل هذا المحذور أن يسد بابه وأن يقتصر على دفع الأجرة فقط والله تعالى نعم. أعلم. ويمكن أن يتصدق لاحقاً بظهر الغيب، مثلاً نعم. أو يأتيه من وقت طريقة نعم. أخرى. نعم. آه طيب هناك مسألة مشابهة، فضيلة الشيخ تعرض للإنسان وهو يريد أن يتصدق بفضل ظهره تكون عنده سيارة وفيها فراغ يجد شخصاً على الطريق. في وقت هو محتاج فيه إلى سيارة تقف لتقله إلى مكان آخر لكن يتذكر في تلك اللحظة أن هناك أيضا شخصيات تعاني وهم أصحاب سيارات الأجرة يبحثون عن زبون نعم يبحثون عن واقف على الطريق نعم. في اللحظة أي مصلحة يقدم وكيف تكون الصدقة لا فضل الله تعالى واسع فإن لم يوجد أي محذور آخر فلا حرج عليه والله سبحانه وتعالى يرزق العباد. نعم. الاخ آه يوسف يسال عن الصدقه، هل لها حد معين بحيث اذا زادت يمكن ان تتحول الى تبذير؟ يقول الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ويقول: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، فمنهج المسلم دائما منهج قصد معتدل وسط بين الاسراف والتبذير، لا لا يسرف ولا يقتر. نعم. لا. الاخ ناصر الرحبي يسال يقول شخص قد خصص جزءا من ماله ليتصدق به على مجموعه من الفقراء والمساكين ولكنه يرغمهم على القيام باعمال لمصلحته الشخصيه. وكلما امتنع هؤلاء عن القيام بأوامره ذكرهم بالصدقات لا هذا لا يجوز هذا يعني. من المن الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه في مواضع كثيرة من كتابه يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فهذا من شر الأعمال وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى نعم أه فضل الشيخ في حياة الإنسان عاطفة ترق لوالديه وأبنائه وأقاربه ويرغب في أن يشاركهم الأجر بماله هنا مجموعة من الأسئلة تتعلق بهذا كيف يتصدق الإنسان عن والديه له أن يتصدق عن والديه لثبوت ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث من ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية أو علم ينتفع به وقد خص رسول الله صلى الله عليه واله الصدقة الجارية لكونها أعظم أجرا وأدوم منفعة وإلا فإن الصدقة عن الوالدين وهذا من من الصلة بهما بعد وفاتهما يصل ثوابها إليهما وهو مما ينصح به الأولاد برا بوالديهم والله تعالى أعلم. نكمل هذا إن شاء الله تعالى ولكن أيضا هنا مجموعة من الأسئلة عن طريق تويتر السائلة ربما تقول هل يعتبر الإحسان إلى من يعمل لديك من عاملات المنزل وعمال المزارع وغيرهم من مستحقي الصدقات الذين يعملون عند الإنسان هل هم من مستحقي الصدقات يعتمد ذلك على حالتهم نعم فان كانوا من الفقراء والمساكين ومن ذوي الحاجه او اصابتهم فاقه وعوز في انفسهم او في عيالهم في اوطانهم فلا مانع نعم هم من المستحقين شريطه الا يلتبس الحال بين الاجره التي يستحقونها وبين وجوه الصدقه الاخرى نعم احد الاخوه ايضا ابو حمزه الفضيل يسال يسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه. هذا تقدم الجواب عنه ان له عده طرق فالطريق التي فيها حصنوا اموالكم بالزكاه بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه وادفعوا البلاء بالدعاء هذا حديث منكر نعم. عند كثير من المحدثين وقيل موضوع نعم. واما الروايه التي فيها وهي موجوده في بعض كتب السنن داووا مرضاكم بالصدقه فهذا الجزء عند اصحاب السنن يعني كثير من المحدثين يرون انه حسن او حسن لغيره على اقل تقدير والله تعالى اعلم. الاسئله في عالم الصدقات كثيره وعديده فضيله الشيخ ولكن الوقت لم يسعفنا لاستكمالها. شكرا لكم في نهايه هذا اللقاء. بارك الله اعزائنا الكرام نشكر واياكم فضيله الشيخ الدكتور الجليل كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنه نشكركم ايضا على حسن متابعتكم واسئلتكم التي وردت والتي سنستوعبها لاحقا بحول الله تعالى. نلقاكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور من العلم يهديني من الفكر يستسقيه يسقيني نحو حتى جرى النور في شرح وتلقين هنا سنعمر دنيانا ونصلحها ونعتري الخلد حيث الفقه في الدين هنا تجلت باهل الذكر معرفه كطلعه الشمس في كل المياه